السلام عليكم. شركة شاومي تكشف في معرض MWC 2024 عن الهواتف التي سوف تحصل على تحديث الهايبر او اس او الهايبر او اس قبل نهاية الربع الأول من عام 2024. تكشف عن الهواتف وعن اللائحة الكاملة التي إن شاء الله سوف تحصل على التحديث بحلول شهر أبريل القادم. قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على الزر لايك والشارك بالقناة لكي يصلكم كل جديد ولدعم القناة أيضا. أحبكم وتابعوا الفيديو حتى النهاية. أكدت الشركة الصينية شاومي أثناء تقدم الشاومي 14 والشاومي 14 ألترا اليوم الجديدين للأسواق العالمية أنه سيتم تحديث مجموعة من هواتفها الذكية إلى تحديث الهايبر أو إس الجديد قبل نهاية الربع الأول من عام 2024. وعلى عكس تحديث واجهة شاومي ميو آي، تم تطوير تحديث الهايبر او اس من الألف إلى الياء بعد سنوات من الخبرة، وهو ما يجعله يجلب العديد من الميزات والتحسينات على الأداء والسرعة لهواتف شاومي وريدمي وبوكو. وبالإضافة إلى ذلك، لا يقوم هايبر او اس من شركة شاومي بتنفيذ مظهر جديد أكثر بساطة وبديهية فحسب، بل يجلب أيضا أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. مع هذا تصبح هواتفنا الذكية أكثر تقدما وتتجنب أيضا الحاجة إلى تثبيت تطبيقات الطرف الثالث. قائمة الهواتف التي سوف تحصل على تحديث الهايبر أو إس بحلول شهر أبريل إن شاء الله. كما نرى وكما تروا في الصورة هنا أمامكم، ستقوم شركة شاومي بتحديث قائمة واسعة من الهواتف الذكية إلى هايبر أو إس. والرائع في الأمر هو أن هذه الهواتف ستتلقى الإصدار النهائي والمستقر من التحديث وليس الإصدار التجريبي قبل نهاية الربع الأول من عام 2024. ومن بين هؤلاء نجد عمليا جميع الإصدارات الأخيرة للشركة، بما في ذلك أيضا سلسلة ريدمي نوت 12 بأكملها تقريبا. وبالمثل سيتم أيضا تحديث الشاومي 12T والشاومي 12T برو إلى تحديث الهايبر أو إس قبل بداية أبريل، وكذلك الشاومي 12 والشاومي 12 برو. وكما تشاهدون هنا أمامكم شاومي هايبر أو إس ريليز سكادل. هنا لدينا سمارت فونز التي سوف تحصل على التحديث شاومي 14 سيريز، يعني السيري بالكامل حتى الألترا، والشاومي 13 سيريز والشاومي 13 تي والشاومي 12 سيريز والشاومي أيضا 12 تي سيريز والريدمي 13 سيريز والريدمي 12 برو بلاس 5G والريدمي 12 برو 5G والريدمي 12 5G. وبالنسبة للتابلت أيضا التابلت الشاومي باد 6S برو وأيضا الشاومي باد 6 والريدمي باد SE والويربول الشاومي واتش S3 والشاومي سمارت باند 8 برو الجديدة. وسوف يأتي إن شاء الله إلى باقي السمارت باندات الجديدة وباقي الهواتف القديمة عفوا في حلول إن شاء الله أو بحلول شهر على ما أظن شهر يونيو أو شهر يوليو. ويعني هذا كل ما لدينا أعزائي الكرام. شاركونا أراءكم ضمن التعليقات حول أبرز ميزة في تحديث الهايبر أو إس، هذا النظام الجديد والتحديث الجديد لهواتف شاومي، وهل هاتفك بين هذه الهواتف؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.